السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم متابعينا الكرام. النهاردة نبدأ مع بعض نعمل حلقة جديدة. الحلقة دي هنعمل فيها صوص السويت شيلي. صوص السويت شيلي ده صوص آسيوي معروف، متكون من الفلفل الحار والفلفل الحلو والجنزبيل والثوم. هنعمله مع بعض، يعني هو تقريبا باختصار يعتبر صوص الشطة المسكرة وبتبقى لذعة شوية. نبدأ مع بعض نقول مكونات الصوص ده ايه مع بعض كده اهو. انا هعمل كمية صغيرة عشان مقدار ينفع للبيت. يعني معانا نص كيلو فلفل احمر حلو الوان، ومعانا فلفل حامي احمر هناخد منه تقريبا 4 قرون او 5، معانا جنزبيل هنقطعه مفري، ومعانا ثوم هنقطعه مفري، معانا ربع كيلو سكر، و250 ملي خل، و2 معلقة صويا صوص وملح، ومعانا نشا متدوبة في مية للربط، أو ممكن نستخدم جيلاتين. واللي مش بيعرف يستخدم جيلاتين يستخدم نشا. يعني أنا استخدمت النشا عشان النشا هي اللي دارجة ومعظم الناس بتستخدمها في البيوت، فالجيلاتين هيبقى صعب شوية. نبدأ مع بعض في الحلقة. زي ما احنا شايفين يا جماعة، أنا نضفت الفلفل بالشكل ده. هنبدأ نفرمه أول حاجة في التجهيز. طبعا انا ما اقدرش اعمل السويت شيلي بفلفل حار بس، لان يبقى طبعا لا يطاق في الاكل، هيبقى حر جدا. عشان كده بنخفه بالفلفل الاحمر. وفرمنا التوم بالشكل ده والجنزبيل بالشكل ده، حوالي معلقتين جنزبيل كبار ومعلقه توم كبيره. هناخد الفلفل كله في الخلاط بالطريقه دي، وافرم الكميه كلها وارجع لكم. زي ما احنا شايفين قطعت الفلفل بالشكل ده. هاخد نص كمية الجنزبيل اللي انا قطعتها عليه، ونص كمية الثوم عليه، وافرمهم في الخلاط وارجع لكم تاني. زي ما احنا شايفين انا فرمت الفلفل بالشكل ده، مش عايزه يبقى طماطم ولا يبقى خشن قوي، في الوسط كده اهو. هنبدأ ناخد معانا الجنزبيل وهناخد الثوم على النار، ونكمل باقي الطريقة مع بعض. انا طبعا ضفت شويه زيت صغيرين قوي، وضفت عليهم الثوم والجنزبيل، بديهم تشويحه كده على النار. مجرد ان الثوم والجنزبيل احس ان ريحتهم بدات تطلع، ريحه الثوم النفاذه ظهرت، ابدا اضيف عندي الفلفل المفروم بتاعي. زي ما احنا شايفين ضفت الفلفل بتاعي مع الثوم والجنزبيل بالشكل ده. ابدا اديله السكر بتاعي الربع كيلو واقلبه، واضيف معلقة الملح، انا عايز معلقة صغيرة ملح مش عايز كتير. وبعد ما ضيفنا الملح ابدأ اضيف معلقة الصويا صوص، مش عايز اكتر من معلقة علشان عايز لونه احمر، ما تزيدش عن كده. زي ما احنا شايفين بعد ما ضفت الصويا صوص ببدأ اقلب، ادوب المكونات كلها في بعض. السكر داب والميه اللي نازله دي كلها من الفلفل، انا مش عايز الميه كتير، انا مجرد ما يغلي هضيف الخل وهضيف النشا بتاعتي عشان اضيف له القوام اللزج بتاع السويت شيلي. ثواني ونرجع تاني يكون السويت شيلي الميه بتاعته غليت. السويت شيلي بتاعنا بدأ يغلي والسكر داب والحاجه دي بتاعي. هنرمي الخل بتاعنا 250 مللي اللي قلنا عليهم ونسيبه يغلي تاني. زي ما احنا شايفين المكون كله بتاع كله بتاع السويتشي اللي غلي، الخل والسكر والفلفل. هنبدأ بقى نضيف النشا بتاعتنا. نراعي بقى واحنا بنضيف النشا بتاعتنا بالشكل ده ان احنا نحرك ونضيف النشا بالتدريج عشان ما تعملش معانا تكتلات وكلاكيع في السويتشي اللي بتاعنا، ونحرك بسرعه شويه. زي ما احنا شايفين وصلت للقوام ده، ده القوام اللي احنا عايزينه للسويت شيلي. هنلاقي نفس الطعم ونفس التيست اللي موجود في الازاز. زي ما احنا شايفين يا جماعه كده وصلنا للمرحله النهائيه في السويت شيلي. بعد الربط بالنشا نسيبه يبرد ونحفظه في بطرمان او في ازازه ونشيله في الثلاجه. طبعا زي ما انتم شايفين القوام والشكل حاجه ممتازه.
وبالهنا والشفا. ولو عجبتكم الحلقة ما تنسوش تعملوا شير ولايك وسبسكرايب للقناة، والتعليقات تبقى تحت الفيديو. ومع تحيات الشيف مدحت، واشوفكم في حلقة جديدة ان شاء الله.